الممتاز في حديث كثير عن هذا اللاعب رافائيل. والركنيه هنا هجوم لمصلحه المنتخب البرازيلي، لو لعبت في الجهه اليسرى ممكن تكون خطيره، تنحط في الجول في الجول في الجول. جول كاكا والثالث، كاكا يسجل الهدف الثالث. يعني كاكا بعد نزوله ما سوى شيء وايد، صنع الثاني وسجل الثالث، وهذا هو اللي يطلب راس، صنع لإيلانو الهدف الثاني. لاحظوا التقدم، لاحظوا التقدم، الانطلاقة القوية والتقدم مباشرة من كاكا، يمر من المدافع، خرج حارس المرمى، الكرة في مرمى الأرجنتين، والبرازيل تسجل الهدف الثالث بواسطة هذا الرائع اللي هو كاكا. لاحظ الانطلاقة القوية اللي تأتي، الانفراد اللي يصنع كاكا، وكاكا يسجل الهدف الثالث للبرازيل. شوف يعني مبلغ لا شك انه كبير، لكن شو راح نشوفه عبر الجزيرة الرياضية مع نادي اتلتيكو مدريد، اجويرو اللاعب اللي تلقى بطاقة صفراء قبل قليل. لكن لاحظ 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 اللاعب المهاري اللي يملك المهارة، يتقدم ويتلاعب ويمر.